وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الفارق بين المسلم والكافر، فالذي يحافظ على الصلاة هذا مسلم، والذي لا يحافظ عليها هذا كافر، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. نعم. وعن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم، العهد الذي بيننا وبينهم يعني الكفار، يعني الفارق بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وإن كان يدعي الإسلام. الإسلام لا يقوم بدون الصلاة، هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين.